قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في ذي الوجهين. ما قيل في ذي الوجهين هو له وجه واحد، لكن المراد أنه يتلون كما تتلون الحرباء، وهذا نوع من النفاق. والله جل وعلا ذكر في القرآن يعني عن أهل الكتاب، قال الله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفي قول الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا المسلم هو ثابت على الكتاب والسنة، إن رأى منكرا غيره بقدر المستطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهو ينصح لإخوانه المسلمين، الدين النصيحة. وهكذا الأنبياء عليهم السلام ينصحون لأقوامهم، فالدين قائم على التعاون، أما المداهنة والمجاملة فهذه خطيرة. قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهن فيدهنون، فهم يتمنون ذلك. والمداهنة كالشيء المطلي، نعم، الذي يغطي العيوب، فهذا يأتي إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، وهذا فيما مضى ربما له وجهان، لكن في هذا الزمن يعني ربما أكثر من وجه. وهناك أبيات شعرية للبيحاني رحمه الله يقول فيها: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم، ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الإنجليز إذا رآهم، وفي باريس محسوب فرنسي. بقي بيت، نعم، في المحفوظات، محفوظة الشعرية. فهذا حاله، هو يدور ويتلون. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والأشياء إذا كانت على طبيعتها الناس يحبونها، ومن أمثال أهل اليمن زنجبيل بغباره، ما فيه أي تغيير ولا تبديل. فلهذا الإنسان ينتبه، يكون له وجهان، يكون له لسانان،
كما جاء: من كان له وجهان أو لسانان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وهكذا الذي يكذب ويحاول عقوبته الشديدة، الذي يكذب الكذب تبلغ الآفاق يشرشر صدقه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجلا معه يعني كلاب المنشار، ويأتي إلى شخص ويشرشر صدقه إلى قفاه، ثم يعود ويشرشر صدقه إلى قفاه. فالإنسان يحافظ على نفسه، والبلادة مع الاستقامة حي هل بها. وأما ذكى وهو يهلك نفسه ويوقعها فيما يوقعها فيه في الدنيا والآخرة، فنفوسنا هي رأس مالنا، فلنحافظ عليها، وحفاظنا عليها يكون بامتثالنا لدين الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران، هذا من كبار العلماء ومن كبار المحدثين. هذا الرجل مخبر بلا منظر، مخبر بلا منظر، عالم حافظ، يعني عنده أعطاه الله قوة حفظ، لكن كان دمثا ولا يهتم بنفسه رحمه الله. وذكروا أنه ربما كان يلبس ثيابه قلبا، يعني كيف الذي للخارج يجعله على جسده. قيل له قال: الناس يجعلون الخشن لأجسادهم واللين للناس، أنا أجعل اللين لجسدي والخشن للناس. وذكروا أنه دعي في وليمة فرده البواب، البواب على الوليمة رده، يعني ظن أن هذا من المتطفلين، فعرف من أين أوتي فرجع ولبس لباسا جيدا، ثم جاء فقال له البواب: تفضل. فلما جيء بالطعام جعل يقول لكم: كل لولا أنت ما دخلت. هذا الأعمش رحمه الله، لكن كان كما سمعنا من كبار المحدثين. قال حدثنا أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ذكر الحافظ قال: ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة، فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهرة، فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم، فهو شرهم كلهم. والأولى حمل الناس على عمومه، فهو أبلغ في الذم، وقد وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش بلفظ: من شر خلق الله ذو الوجهين. قال القرطبي رحمه الله: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافقين،
إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. قال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود، وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قال رحمه الله: قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة من الأخرى وينقل إليها ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. وهذا مثاب، هذا مثاب، وقصده الإصلاح بين الناس. طيب، هذه الأبيات للبيحاني رحمه الله يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم، وعن ماركس يحفظ كل درس، وعند الإنجليز إذا أو يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا، بارك الله فيك.